ولا اكيد مشاهدينا، يعني اليوم بهذه الحلقه الخاصه من حما نحن عم نحكي عن كل طقوس الاعياد والمراسم ايضا المطرانيه بشكل عام وخاصه بالصوم والاسبوع الالام. اهلا وهلا كمان صبايا اكيد فرقه مراسم طيارة كان طيارة شكرا Thank you.
كثير لكم، يعطيكم العافيه يا شباب. الف عافيه. شكرا لكم. اكيد ليا، نحن معنا فرقه مراسم المطرانيه الروم الارثوذكسه في حما، واكيد معنا قائد فرقه المراسم الاستاذ جورج ابراهيم. صباح الخير وينعاد عليك. صباح الخير. مسيح اهلا وسهلا فيك. حقا قام ينعاد عليك يا رب. اهلا وسهلا فيكم حما. اهلا وسهلا فيك. شو هالفرقه المراسم الغير شكل؟ خلينا هيك بالبدايه نحكي عنها، يعني عن جد ما احلاهم من مختلف الاعمار وبتكنيك عالي الجوده عم يتم قياده وعزف فرقه المراسم. تمام. فرقه المراسم بتبلش الانتساب لها من العمر العشر سنين، عندنا من العمر العشر سنين لحد العاملين تقريبا لل 35 سنه. عم يتدربوا بشكل مستمر كل العام مشان المناسبات الكنسيه او الوطنيه او اي شيء بينطلب منها. نعم اكيد، يعني فرقه المراسم ليا بكل عيد وبكل مناسبه هي من الاوجه المميزه دائما بتكون. خلينا نحكي، نحن كنا بموسم اعياد وبعدنا، خلينا نحكي عن تحضيراتكم كيف كانت وتدريباتكم. هلا التحضيرات، نحن كل موسم اعياد بنبلش، لانه نحن في عندنا معزوفات بنشتغل عليها، في تراتيل من حولها لمعزوفات كمان مشان نشارك فيها. يعني مثلا عندنا المسيح قام من حولها لمعزوفه مشان كمان يشاركوا فيها، ببلشوا التدريب عليه هون من اول الصوم. بتكثف التدريبات، بتكثف الجهود كلياتها مشان تطلع بابهج حلو. نعم، خلينا هيك نحكي اكثر عن اسبوع الالام. يعني دائما من بعد الصلاه نحن هلا كلنا بنتجمع وبننطر الكشاف شو بده يقدم. السنه شو تميز كشاف او في فرقه المراسم؟ هلا السنه كان اول شيء طلعنا بالشعنينه بدايه الاسبوع الالام، بلشنا بالشعنينه، بعدين كان عندنا الجناز هو المميز هالسنه، كان تواجد لكامل الشباب المغتربين، اجوا المسافرين اجوا مشان يشاركوا. تقريبا فرقه المراسم تعدادها بحدود 120 شب وصبيه. نعم. كانوا كلهم موجودين، ويمكن صورتوا وشفتوا كيف كانت الجوله تبعيتهم. يعني خلال سنوات الحرب الثمانية اكيد نشاطاتكم ما توقفت والتدريبات كانت يمكن بعدها مستمره، لكن يمكن كانت تمرق احيانا بعض الصعوبات، خلينا نحكي عنها بشكل عام. هلا بشكل عام هي كانت خجوله شوي بالاحداث اللي مرت على البلد، بس ما توقفت نهائيا، تمت تدريبات مستمره بالكوادر الموجوده، لانه في عالم سافرت، عالم تمت، يعني بالكوادر الموجوده تمت تدريبات مستمره، مشان ايمت ما انطلب منا نكون نحن جاهزين. نعم. يمكن يعني مثل ما عم نشوف عبر الكاميرا في اعمار كبيره واعمار صغيره، اليوم انتم يمكن كرؤساء بفرقه المراسم، كيف لازم انه انتم تحتضنوا هذول الاطفال يلي هن اليوم كثير بحاجه لوجودهم بالكنيسه، لوجودهم بالاخويه، لوجودهم بالفرق المراسم، لحتى يمكن يكونوا اقرب لبعض وهيك يتروحنوا اكثر مثل ما بيقولوا. اليوم كيف عم نجمع ابنائنا بمختلف الاعمار؟ كيف عم ندربهم؟ كيف عم نحتضنهم يمكن حتى بوقت ظروفنا الصعبه؟ هلا اول شيء فرقه المراسم هي فرقه من فرق التعليم الديني تابعه للمطرانيه، كمان مثل ما حكينا هي من مختلف الاعمار. نحن بنحاول نجذب الطفل وبنحاول ننمي المواهب تبعيته. نعم. قدر الامكان. وفي شو في عندهم استعدادات، شو في عندهم مواهب نقدر ننميها مشان الطفل اللي عنده الموهبه ننمي له اياها ويظهرها باحلى وجه. نعم. خلينا ايضا هيك اكيد يعني نحكي شوي. اليوم كانت عم تحكي ليا عن احتضان اليوم هي الفرقه لاطفال يمكن او شباب من مختلف الاعمار، ولكن دائما في اشخاص مميزين بيكونوا يمكن عندهم مواهب بالعزف بالترتيل، كيف هدول لا بنعطيهم عنايه خاصه اكثر يمكن ليأدوا بشكل احلى؟ اللي عنده موهبه لحاله بيظهر، يعني المتميز هو بيظهر، هو بيبدع، بصير بيبدع، هو بصفي المتميز بياخذ مراتب متقدمه بالفرقه. يعني ممكن بصفي بتاليف المعزوفات ينضم للجهاز الاداري للفرقه، بهيك نحن بنعطيهم اهميه اكثر للشباب الموجودين اللي عم يشتغلوا معنا. نعم جورج، خلينا هيك
نحكي اكثر يمكن عن اختيار المعزوفات لكل مناسبه، الى معزوفات خاصه طبعا. حتى في الاحزان فرق المراسم بتكون مشاركه، وبالاحتفالات الرسميه وايضا بالافراح والاتراح مثل ما بيقولوا. اليوم خلينا نحكي كيف عم يتم اختيار المعزوفات لحتى يقدموها. هلا نحن بالنسبه للمعزوفات، حسب الاعياد، مثلا عيد الميلاد عم نترجم كمان التراتيل، عم نحاول نعمل معزوفات. وبالنسبه بس في تطورات يوم بعد تطورات. يوم في شو يمكن تمام. بالعصايات ايوه في شو بالعزف بالعرض بكل شيء عم نحاول نحن نطور شوي شوي. كمان بناخذ راي ابونا شو ممكن المعزوفات نحن نحاول نحولها التراتيل، نحاول نحولها لمعزوفات مثلا بالقيامه، بعيد الميلاد، بالبربارة، كل هدول المناسبات شو عندنا نحن شغلات فينا نطورها عم نحاول نطورها. نعم اكيد. يعني قلنا نحن هلا بموسم اعياد، خلينا نحكي عن نشاطاتكم اللي جايه، شو مشاريعكم، شو التحضيرات اللي رح تكون هلا بعد الفصح. نحن في عندنا عيد الكنيسه، عيد الكنيسه القديس جوارجيوس، كمان في عندنا احتفاليه كبيره لان هي الكنيسه الام لابرشيد حما، رح نشارك فيها. بالإضافة عندنا مشاركات مع بقية الفرق، وآخر الصيف عندنا مخيم كشفي للفرقة بدير سيدة الغاب، هو للتدريب والترفيه. يعني النشاطات بعدها مستمرة. النشاطات مستمرة على مدى العام. نعم. عفوا جورج، خلينا هيك نقول كلمة أخيرة ونتشكر كل الشباب والصبايا يلي معنا، ونختم معهم اكيد بمعزوفه، ولكن كلمه بتحب توجهها بمناسبه. انا بحب اشكر الشباب والصبايا لانهم هدول الشباب كثير عم يضحوا من وقتهم. يعني ايمت ما طلبناهم، بس طلبناهم دغري بيلبوا النداء والواجب حتى تظهر فرقه المراسم بابهج حله لها. نعم، شكرا كثير لك، وكل عام وانت بالف خير يا رب. هلا اكيد رح